وترجع ترد عليه تاني. اه حبيبي. طبعا قيمه محمد بدير طبعا قيمه كبيره في نادي المنصوره اولا وبعدين في المنتخب. طبعا قدم كتير في المنتخب، لعب كتير للمنتخب في ماتشات كتير، فعمل كتير يعني اسمه عمل يعني موضوع كبير في النادي المنصوره يعني. بالنسبه لي انا جيت نادي المنصوره من اتحاد الشرطه، كان بيلعب في الدوري الممتاز، ف كان الكابتن حلمي سليمان مدرب المنصوره، فطلبني من اتحاد الشرطه. اتحاد الشرطه كان بيلعب في الممتاز في مجموعتين، مجموعه الزمالك ومجموعه الاهلي، احنا كنا مع مجموعه الاهلي الشرطه. فلما جيت هنا المنصوره طبعا لعبنا نادي المنصوره الشرطه، فالكابتن حلمي سليمان شافني، انا جبت الجون هنا برضه في المنصوره. فالكابتن حلمي سليمان قال لي انا عاوز كابتن بابلي يجي نادي المنصور. فطبعا الناس اتكلموا بتاع، فجيت على مين؟ على منتخب مصر بصراحه يعني. جيت ثروت فرج، كابتن سطوحي، الشال، بدير، محمد الهادي، يعني فرقه كلها يعني منتخب مصر. فربنا كريم وانا نزلت دخلت معاهم، وكان بدو حموده راخر الله يمسيه بالخير. فلما جيت هنا لقيتهم كلهم كانوا نجوم، يعني انا جيت لقيت نجوم في نادي المنصوره، وكان منهم محمد بدير، كان راجل لعيب كوره ممتاز يعني. هتقول ايه لمحمد البابلي؟ لا البابلي حبيبي اصلا، انا بحبه جدا واحترمه وبشكره طبعا على الشهاده بتاعته الجميله ديت، ومن المهاجمين اللي هم اللي يعني نادر وجود بيروح على جول دايركت، اسرع وسيله للوصول للهدف هو بصراحه يعني، وما ما يتعوضش في تاريخ نادي المنصوره محمد البابلي يعني. نعم، لذلك له ارضيه وجماهيريه كويسه جدا. قول لي، لو قلت لك لو رجع بيك الزمن تاني كنت تلعب في اهلي ولا في زمالك ولا اسماعيل ولا في اي نادي اخر ولا المنصوره؟ بامانه. لا هي بامانه بقى اما واحد واثنين. نعم، المنصوره رقم واحد واثنين النادي الاهلي. النادي الاهلي. طب انت لان ما اقدرش بيني وبينك كابتن لما عملت ارضيه جماهيريه في المنصوره بقى صعب، ازعل الناس صعب. لا صعب 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 صعب. طيب لو قلت لك انت حققت كل احلامك في كره القدم وانت في المنصوره؟ لا مش كلها. مش كلها، ايه اللي كان نفسك تحققه وما حصلش نصيب فيه؟ احلام معنويه بس. بس احلام معنويه. اه لكن ماديا واجتماعيا ناقصه كتير. ده بقى هي بحكم الظروف والقدرات والامكانيات. طب احنا معانا الكابتن سامي الطحان، وده كان احد نجوم نادي المنصوره في الزمن الجميل اللي هو انت عاشرته وشفته فيه. بصراحه انا معايا تقرير الناس كلها مبسوطة وقالت لك احنا لازم نتكلم على الكابتن بدير. انا فوجئت يا كابتن مصطفى بصراحة. لا ما فيش حاجة اسمها، احنا بالنسبة لنا كل اللي بنعمله ده جزء بسيط من اللي انت قدمته.